مرحبا بكم في العدد الجديد والأول لـ2K8 كما مولف دائما نغلط في بلاصه نقول 2 كاف نقول 2 قاف ما باليش علاش. البودكاست تاعنا مع كريم عبد المولى وانا كريم بروري اللي عنده الهدف هو المزج بين سيريو سوبر سيريو نضحكوا بزاف معكم تانيك ونعطوكم نظره على واش كاين اليوم في المحيط تاعنا ومحيط بالذات في المقاولاتيه بزاف 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 المقاولاتيه في الجزائر ونمد لكم يعني النظره اللي عندنا احنا على بعض الامور اللي يدوروا في الحياه اليوميه تاعنا في المجتمع ديالنا في الاقتصاد ديالنا في الحياه اليوميه وفي الشارع ديالنا واش نشوفوا واش نقدروا نحسوا وعلى اساس على واش نشوفوا واش نقدروا نحسوا نبداو نخمو معكم نفكروا معكم ونطرحوا على نفوسنا اسئله اللي يخلونا من هذه الاسئله نقدروا نشوفوا مع الاخير ولا في تاني امر الفرص تاعنا اللي يقدروا يكونوا عندنا على حسب هذه النظره اللي عندنا على المجتمع تاعنا. ومن تماك بيسك عندنا نظره عندنا بدايه يعني ولا ملاحظه لفرص اللي يقدروا يكونوا بالطبع فرص اعمال ولا الفرص اللي يكونوا عندنا احنا كعملاء اقتصاديين ولا كعملاء في المجتمع تاعنا فرصه باش نردوا واش عندنا المجتمع ديالنا. ومن تماك نبداو تكون عندنا فكره انشاء يعني هذا الاثر ديالنا على المجتمع ديالنا. وحنا بالطبع حبينا نهضروا اولا مع المقاولين لي زونتربرونور ماشي مول شي بسيف باسكو لونتربرونور عنده المقاولات عندها عده امور وعده نظرات. هذا هو التعريف للقناه تاعنا 2 كاف اغوي ولا 2 كاف تفكير فرصه وفكره. واني درت العدد الاول وحدي للتعريف باللغه العربيه وكريم راهو تماك مور الكاميرا باسكو ما حبش يتادب معايا وكاع الناس اللي يعرفوني كريم انا العربيه راني شمروي ونحب الدرجه دونك انا راح نتكلم معكم بزاف بالدرجه ونستطيع راح نحاول نتكلم بكل فصحة باللغة الدارجة. هذه هي بليونازم يقولوا بالفرنسية. يعطيكم الصحة ونتلاقوا في عدد جديد ولا العدد الأول راح ندير لكم كبسولة ونبدأ في التعريف تاعنا وبلك يكونوا تاني كمعنا ديزانفيتي ضيوف دي راح يضروا بالعربية تاني كمعنا ونطرقوا المسائل تاع المجتمع وتاع الاقتصاد ولا مسائل تاع المقاولين ولا المسائل اللي تقدروا تطرحوا لنا عليهم أسئلة ونقدروا نواجبوكم. يعطيكم الصحة الجماعة بقوا على خير وفي الأمان.